السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة ده صيت شهر واحد. طبعا يا جماعة أكتر من 35 تعبان أو 40 تعبان تقريبا يعني. طبعا يا جماعة في تعابين زي ما انتوا شايفين حجمها ضخم، من أضخم تعابين أو الصيور يا جماعة اللي أنا اصطدتها. طبعا يا جماعة دول أكتر من 35 تعبان، ده صيد شهر واحد يا جماعة. ودي طبعا صيد شهر واحد. طبعا يا جماعة دي أفعى الكبرى، أفعى الصعقة يا جماعة. طبعا الأفعى ديت عندي بقالها فترة، من أشرس الأفعى يا جماعة، الأفعى المموهة أو الأفعى الصعقة. طبعا يا جماعة سامة جدا، سامة قوي جدا، دي الرجدة المفضلة بتاعتها يا جماعة. ونرجع تعماني يا جماعة لتعبان أو الصيور التعبان الزراعي المنتشر في البحيرة وفي الشرق الأوسط بحاله. طبعا يا جماعة تعبان أبو الصيور ده أكتر ظهوره وأكتر صيده في الشتاء، لأن طبعا يا جماعة الناس بيقولك التعبان ما بتطلعش في الشتاء. طبعا يا جماعة تعبان أبو الصيور ما بيعملش بيات شتوي، وطبعا يا جماعة في الشتاء بيطلع الشمس برا خالص، إنما طبعا في الصيف بيشمس تحت العفش ما بيبانش، وحتى لو بان بيبقى سريع جدا صعب إن الصياد يصيده. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين اضخم تعابين ابو الصيور ممكن تشوفها يا جماعة مع خالد علي صايد الافاعي. وطبعا يا جماعة لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، وهنسيبكم بقى بقية الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.